هم خايفين، هم خايفين، بس انا قلت لهم هندخل على الهوا ومفيش اي موضوع، مفيش اي حاجه. والحقيقه ان دي اول مره هم يعملوا برضو فيها انترفيو في التلفزيون، فالموضوع صعب عليهم شويه يا جماعه. احنا على الهوا، حسيتوا بحاجه؟ لا خالص. اهو شفتوا، قلت لكم، قلت لكم. طب يلا ناخد الاسامي معانا بقى. هنا في الدور الاول معانا الاستاذه هدير عوض، الدور الثاني يمنى ابراهيم، الثالث مريم محمد. البراند بتاعنا اسمه سو لوجر. ده صح، سو لوجر. طيب سو لوجر مقدم لنا دلوقتي ست هدايا، ست اسايم، هندخلكم حالا على التليفونات علشان ناخد الهدايا. بس خلينا افهم الاول، سو لوجر يعني ده مش بالانجليزي؟ لا حلو، اسباني. يعني ايه بقى سو لوجر؟ مكانها يعني مكان افري وورلد، يعني كل البنات. اوكي، سو هي ولوجار يعني المكان، فاحنا احنا بنقول للناس انتوا مكانكم عندنا. اسمها سو لوجار. اها، هتعلم لكم اسباني البرنامج ده. هريني براندات اسامي ايطالي واسباني، ماله المصري؟ انا مش قادره افهم. حقيقة حبينا الاسبان والثقافه بتاعتهم كده، فحسينا ايطالي. حبايب قلبي، اه شكله، ايوه انا جايب الايام دي. طيب احنا شنط وجزم، مظبوط مظبوط. بدانا الاول بال احذيه، بوتس. اه ما هو في بوتس و... ايوه فورمال شوز، اه كلاسيك شوز. انا قصدي البراند اللي اسمه سو لوجار بيقدم شنط واحذيه، صح كده؟ صح كده، صح كده يا استاذ علوي، حضرتك مبسوط كده؟ انا عارفه يا فندم. طيب بدانا الاول بالشنط ولا بالاحذيه؟ لا بالاحذيه. اشمعنى؟ لازم نلحق الشتاء. ده اول السنه اللي فاتت يناير 21. طيب فكنا عايزين نلحق الشتاء، سيزون بتاع الشتاء. كان المفروض ان احنا نبدا بدري شويه بحيث ان احنا نلحق الشتاء من اوله، بس يعني كنا فاكرين الموضوع هيطلع سهل وسموز والدنيا هتعدي بسرعه، بس حصل طبعا شويه مشاكل في الاول. اجلت الكولكشن بتاعنا، فكان لازم ننزل بالبوتس اول حاجه عشان نلحق الشتاء بيها. وبعدين عملنا الشنط، بعد كده دخلنا شنط شيك قوي. والاحذيه شيك قوي، بس انا عندي يعني في ناس اللي عندها فان او فوبيا جزم، وفي ناس شنط. انا من الناس اللي الشنط، انا الشنط عندي في عندها احنا الثلاثه كمان بجد. حلو قوي. مين بقى اللي بتصمم فيكم الشنط؟ احنا الثلاثه، هو بيبقى عمل مشترك بينا عامه. يعني بمعنى انا مثلا بجيب الشيب، انا عايزه اعمل الشيب شكل هندسي شويه. طيب. فبقوم جايه رسمه الشيب، تمام؟ انا اللي برسم عامه، تمام؟ فبقوم رسمه الشيب، فييجوا هم مثلا، طب هنعمل شكل الهاند ازاي؟ لا انا رايي نعمل شكل الهاند شبه شكل الشنطه نفسها، ده اللي احنا بدانا بيه. يومنا اللي اختارت الاكسسوارز، احنا عايزين الذهبي العريض، انا حاسه ان هيبقى لايق عليها دي، وحتى هي اللي نزلت الاكسسوارات عندكم كلها على الذهبي، ها؟ اه احنا بنحب بنجهز حاجه سيلفر بس في الكولكشن الجديد على فضي. بس الجولد الذهبي في الفتره اللي فاتت كان هو الان ترندي، اللي هو لسه ذهبي. فهمتك، اتفضلي كملي. بس فكان الاكسسوارز كلها، يعني هي الاكسسوار هي اللي بتدي الشكل الحلو للحاجه، فده كان. طب ممكن اسالكوا على سؤال؟ الشنط دي اللي هي اللي انا شايفاها لحد الذهبي، يعني من اول البيضة لحد الذهبي اللي على الترابيزة، ينفع نلبسهم ابريميدي بعد الظهر، صح كده؟ افهم بقى الشنط اللي هناك دي تتلبس فين؟ يبقى سوبر كاجوال يعني، وممكن كمان تتلبس بالليل شوية، بس هي عملية اكتر مع الصبح، مع الجامعة، النادي. تبقى الستراب بتاعها بيبقى حلوة قوي مع الكاجوال. التين اها تتلبس كده، ممكن كده تلبسيها بالليل، ممكن تشيلي ده اصلا خالص، تستغني عنه وتحطي لها الستراب ده، فالبسها الصبح، تلبسيها الصبح مع الجيم مع النادي مع اي حاجه، بتبقى تحفه. وانتوا قاصدين الحجم ده؟ اه يعني نلبس الاحجام دي ازاي احنا الناس الكبيره؟ هي مش مقصوده على قد ما هي كانت طالعه موضه الشنط انها تبقى صغيره، الشنطه الكبيره اخدت موضتها شويه وعادي كل حاجه. ناوليني يا بنتي الشنطه البيضاء دي يا بنتي اما نشوف. يا منى. الو، ازيك يا منى؟ انت قمتي اصلا؟ ده المخرج هيقتلنا، هيقتلنا. وكنتي مكسوفه يا منى، دي قامت شايفه الكاميرا. منى الو، بموت في اسمك. منى ممكن نوطي التلفزيون حبيبي من فضلك؟ الو، ازي حضرتك يا رضوى؟ ازيك انت يا روحي؟ ممكن نوطي التلفزيون؟ فين الصوت؟ ميرسي والله، انت احلى. نوني احنا شفنا الشنط والاحذيه بتاعت فين يا اخوان؟
سولو جار. سولو جار هو التيتو يا رضوى. شفنا الشنط والجزم بتاعت سولو جار تحفة تحفة. اللي عجبك اكتر الشنط ولا الجزم؟ لا الشنط. الشنط. طب احنا كده كده كسبنا. بس انا عايزاها لماما. طب وانتي؟ ايوه وانتي. انا عايزاها لماما. ايوه وانتي. وانتي مش عايزه واحده؟ ماشي. طب ما انتي لازم تديهم بوسه. طيب خلاص كده احنا كسبنا قسمتين من سولو جار. واحده ليكي واحده لماما. خليكي معايا يا قلبي، ياخدوا بياناتك في الكنترول. احنا بنفهم. انا هاخد التليفون حاضر، بس انا بفهم هم عايزين يقولوا ايه. هو انا ممكن اقوم اشوفها وانا نايمه؟ لا ما فيش. احنا عندنا مخرج. عندنا مخرج. حاسه ان عايز اشوفها عليكي. يا مين اقوم؟ قال لي اقوم. اقوم؟ ممكن اقوم. اهو انا هقوم اهو. دي حلوه قوي 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 قوي. دي قمر. دي ينفع بقى في الجامعه؟ طبعا. ايوه اوكي. طيب ماشي. طيب معانا مين؟ يا هاجر. انا مبوظت. الو. ازيك يا جوجو؟ ازيك يا رضوى؟ عامله ايه؟ انا بحبك قوي. انا كمان بحبك قوي 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 قوي. قولي لي يا جوجو، الشنط عجبتك؟ الشنط عجبتني. ليه الشنطه السوداء دي عجبتني قوي. الشنطة السوداء اللي الصغيرة قوي ولا اللي على دلوقتي على الشاشة؟ لا الصغيرة. الصغيرة. ابو شوفي ده الصغير هيطير بسرعة. طيب مبروك علينا تالت قسيمة وتالت هدية من سولو جار. خليكي معايا يا قلبي، ياخدوا بياناتك في الكنترول. الأبيض في البينك دي تحفة. لسه شايفاها حالا على الكاميرا. وعاملينها بقى على البوت بتاعتنا ساعتها. وانتي عاملة البوتس بتاعها. يعني. وعلى فكرة دي كمان ليها تو ستراب، يعني انتي مش ممكن تلبسيها كده بس. انتي كل حاجة عاملة لها التين. يعني ليها الجولد وليها الايد الجلد. وعارفة بقى لو انتي هقولك بقى. ايوة. لو هي بتاع طويلة شوية ممكن تبقى الست وهي بتشتري من عندك. تاخد ده تحطه هنا اهو. او تاخد ده تحطه هنا اهو. على فكره انا باخد ده واعمله اتنين واحطه. حلوه دي. 10%. لا لا احطه اهو. طبعا. طيب الفضي هيدخل امتى علينا بقى ان شاء الله؟ لا ده سؤال صعب. ليه؟ هي الكولكشن الجديد دلوقتي يعني لسه بنموديفاي، يعني احنا بناخد الحاجه وبعدين بنعدل، لا ظبط كذا، لا ظبط كذا، فبتاخد وقت. سولو جار بيعملوا حاجه كاستمايز، بيعملوا حاجه مخصوص. لو في واحدة النهاردة جت قالت لكم عجبني قوي الشنطة السوداء دي بس انا عايزة منها لون فوشيا، ممكن ما عندكيش فوشيا؟ احنا عامة بناخد اراء الناس، يعني احنا كذا حد مثلا ممكن يجي يقول لنا على الشنطة الصغيرة شوية دي، يقول لنا ما عندكوش منها مثلا لبني كذا كذا. حد ممكن يطلب لون معين احنا بنعمله بعد كده. يعني احنا قلنا الكوليكشن الجديده هنعمل منها الوان تانية طبعا على الموضه اللي نازله في الشتاء اللي جاي، زي اللبني الاخضر، الالوان دي نازله ترندي قوي، فقلنا هنعمل منها الوان جديده. في نفس الوقت بناخد اراء الناس، يعني زي ما بتقولي بدل ما هي بتقولي كاستمايز عايزه لبني، طب ليه ما نعملش اللبني؟ انا واخده بالي ان انتوا عاملين الجزم بالبوتس، يعني هنا في الشنطه الموف وعليها البوتس الموف، وهنا ايه ده سيما، ده مش بينك، ده سيما في ابيض ولا ده بينك في ابيض؟ بينك في ابيض وعليها البينك في ابيض، وعامله هنا شنطه بني وهنا بني في بيج. بفدي بقى انا عايزه بني في ابيض. سلام بطيش اصلا بني. عايزه البني في لا احنا حاسين ان البيج في الجمالي احسن. حاسين هو كده. لا انا ماشي على حسب، يعني احنا ممكن ما يطلبش حد مني حاجه كاستمايز مثلا مش 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 احنا مش الستايل بتاعنا مثلا، فاهمه قصدي؟ هو ممكن يعني بس في طب انا هديكي شويه الوان في بعض والله بعد ما نخلص الهوا. ماشي. جربيهم وهتدعيلي. دي زي فكره السلسله، احنا خلاص 10% احنا نقعد مع بعض بعد 10% معايا على التليفون بقى. تعالى ناخد ربع هديه معانا. سرسوره. الو. ازيك يا سرسوره؟ ازيك يا رضوى؟ عامله ايه يا سرسوره؟ انا الحمد لله روح قلبي. سرسوره قولي لي، عجبنا الشنط بتاعت سولو جار؟ حلوين جدا. حلوين جدا. طب احنا كسبنا ربع قسيمه، تاخدي بيها انهي شنطه يا ساره؟ الابيض في روز.
قمر الابيض في روز قمر قمر مبروك يا صرصوره رابع هديه معانا من سوق لوجار. كنت بتقولي ايه؟ بقولها اختيار موفق يعني قمر. انت عاملين منها الوان ثانيه موفقين على بعض ولا هو ده بس؟ لا هو ده بس دي هناخد منك السجستشنز كلها بعد الحلقه. بس انا هاخد بقى كده هعلي 10 20. ها ماما يا مروه. ايوه ازيك يا مروه؟ عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله يا رب ده انا كويسه حبيبتي الحمد لله. مره قولي لي شفنا الشنط بتاعه سولو جار والاحذيه جميله جدا. اكتر حاجه عجبتك ايه؟ كلهم حلوين. كلهم حلوين. لا طب ما انت محتاجه ركزي مروه يعني ان هون النبيتي. النبيتي حلوه بصي انت كده كده مروه هتاخدي قسيمه خلاص بس راجعي نفسك كده عشان الذهبي كمان قمر. قمر جميله جدا الذهبي قمر. بتبصوا لبعض كده ليه؟ مارو مبروك علينا خامس هديه من سولو جار. خليك معايا بياخدوا بياتك في الكنترول. اخر تليفون هاخده بس سريعا كده عايزه اعرف الدور الاساسي كل واحده فيكم لبراند سولو جار. حضرتك بصي احنا كلنا تقريبا شبه بنعمل كل حاجه مع بعض تمام بس الماركتنج التسويق يعني بيبقى تبعي انا اكتر حاجه انا ويمنى بنشارك بعض ازاي نصور ازاي نعمل سبونسر هكذا. هي ديزاينر اكشلي هي المصممه. يمنى انا برضو ماسكه معاها في الماركتنج بنشوف تسويق. تسويق بنشوف الاماكن اللي هنصور فيها هيبقى الثيم بتاع التصوير ايه. هنجيب موديل لايقه على ده ازاي هنصمم اصلا لازم تبقى التصوير لايق مع الحاجه البرودكت اللي انت مطلعاه فده كله بيبقى البروسيس اللي احنا بنمشي مع فيها مع المنتج. مريم مسؤوله مني عن المبيعات يعني الستوك بقى خلص بقى فيه كتير بقى فيه قله بيع الحاجات دي كلها. مين بقى الفاينل تاتش بقى يعني مين مسؤول عن نعر الجزمه كواليتي عشان دي بقى بصراحه كلنا قاعد نغير ونديفاي في موضوع نعر الجزمه ده كتير جدا. شفت ان هو مهم جدا وقلب الجزمه اهم من ده اللي اخرنا اصلا كلنا قوي فلات او هاي هيلز بصراحه. مين بقى فيكم المسؤول؟ هو كلنا عامه بس احنا اصلا دي كانت مشكلتنا في الجزمه في الاول فضلنا نغير النعل كذا مره اللي هو تبقى حاجه مريحه لكل الستات. مين بتشتري الجلود؟ بصي هو مفيش حاجه حد بيعملها لوحده. انتوا يعني مع بعض احنا مع بعض عملنا 15 سنه بسم الله ما شاء الله من بحر اصلا. ايوه هتاخد مين بالظبط؟ اخر تليفون معايا ساره. الو ازيك يا ساره؟ ايه يا رضوى عامله ايه يا روح؟ الحمد لله يا حبيبتي كله تمام. صرصوره قولي لي عجبك الشنطه بتاعت سولو جار؟ تمام حلو جدا. ايه اكتر شنطه عجبتك؟ الروز في ابيض حلوه قوي. الروز في ابيض قمر. الروز في ابيض قمر. طب احنا كسبنا سادس قسيمه واخر هديه من سولو جار. حبيبي خليكي معايا ياخدوا بناتك في الكنترول. مبروك على الست بنات او ست ستات اللي كسبوا مع سولو جار الشنط بتاعتهم النهارده. الشنط حقيقي حلوه جدا. تقفير انا شايفاه حلو جدا. I love the bags يا بنات بجد. الشنط حلوه والجزم حلوه واستمروا. انتوا شكلكم انت والثلاثه صغير في السن وانا بحب قوي الـ 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 البنت اللي تبقى سنها صغير بس حاطه هدف ليها وتشتغل عليه ويا رب تكبروا اكتر واكتر ان شاء الله. ربنا ادانا العمر وكملنا هذا البرنامج وكان في ان شاء الله الموسم اللي جاي تنورونا. ميرسي ليكوا يا بنات. ميرسي سولو جار على الهدايا الحلوه. حلو قوي 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 والحاجات حلوه قوي قوي. مشاهداتي يا زيت وبناتي الحبيبات فاصل قصير جدا ونرجع لكم من هنا.